السلام عليكم، معاكم دكتورة داليا أحمد، وهنشرح النهاردة شابتر مهم جدا في كومبليت دنشر، وهو عن الفيسبو. يعني ايه فيسبو؟ فيسبو is a caliper-like instrument used to record the spatial relationship of the maxillary arch to some anatomic reference point or points in the cranium and then transfer this relationship to an articulator. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده جهاز، تمام، انا عايزة اسجل بيه الريليشن بتاعة المجزلة، لان احنا متفقين ان المجزلة دي فيكسد ما بتتحركش، لكن الماندبل هو اللي موفابل، وبالتالي انا لو سجلت المجزلة الريليشن بتاعتها مظبوطة للاناتوميك ريفرنس بوينتس اللي موجودة في السكال، تمام، يبقى اذا انا لو نقلت الريليشن بتاعه المجزله مع بوينتس ثابته في السكال، يبقى انا كده بالظبط لما هاجي اخد سنتريك ريليشن، انا في سنتريك ريليشن باخد الريليشن ما بين الماندبل للمجزله، وبالتالي لما المجزله تبقى الريليشن بتاعتها مظبوطه ان ريليتد للسكال، يبقى الريليشن ما بين الماندبل والمجزله في سنتريك ريليشن هتبقى مظبوطه. يبقى ده تعريف الفيس، كل ده هنشرحه بالتفصيل. يبقى اذا عرفنا ان الفيس بو هو عباره عن انسترومنت كاليبر، يعني بقيس بيها انسترومنت، وايه فايدتها؟ ايه؟ انها بتريكورد ذا سبيشال ريليشن شيب. يعني ايه؟ يعني 3 دايمنشن ريليشن شيب زي ما هنفهم بعد كده للمجزله، تمام، ل تو سام اناتوميك ريفرنس بوينت، يعني لاناتوميكال بوينت ثابته في السكال في الكرينيوم. وبعدين بعد ما بسجل كل ده في بق البيشنت بالفيسبو، بعمل ترانسفير للريليشن دي تو ذا ارتكيوليتور، تمام. طيب ايه هو الارتكيوليتور؟ ده تشابتر كبير برضو شرحته لكم قبل كده. الارتكيوليتور ده عباره عن ميكانيكال ديفايس ريبريزنتنج ذا جوز تو ويتش كاستس ويل بي اتاتشد، وبعمل بي used in making the denture. الارتكيليتور ده بيسيميوليت الابر واللور جوز وال تي ام جي، وبالتالي انا لما بنقل الريليشن بتاعت المجزله بنفس الريليشن المظبوطه في بق البيشنت للكرانيوم، تمام، وانقلها للارتكيليتور، يبقى اذا الريليشن ما بين الماندبل والمجزله في بق البيشنت هتبقى هي نفس الريليشن ما بين الابر ممبر واللور ممبر في الارتكيوليتور، اللي هعمل بعد كده عليها اتاتشنج للكاستس واعمل عليها الدنشر. ادي ده شكل الفيس بو، تمام، هنا بيجيب لي الريليشن بتاعه المجزله، تمام، للكرينيوم او للسكال، وهنشوف بالظبط الانهي بوينتس او انهي حاجه اللي بنجيب الريليشن ليها. وبعدين باخدها بعد ما بسجلها واعمل لوكينج لكل الكلام ده، بنقله بالظبط وانقله على الارتكيوليتور علشان انقل نفس الريليشن دي بالظبط، تبقى زيها زي الريليشن اللي هنا. زي ما قلنا ان قبل كده في شابتر الجو ريليشن، ان المجزلري مانديبولار ريليشن شيب هي فيرتيكال ريليشن وهوريزونتال ريليشن، تمام. طيب الريليشن اللي هي ما بين الماندبل والمجزله هي مش 2 دايمنشن ريليشن، يعني هي كده في حاجه ناقصه، في 3 دايمنشن اللي هو من الكوندايل للكوندايل الثاني. البوزيشن بتاع المجزله الريليشن ما بينها وما بين الكوندايل هنا والكوندايل الناحيه الثانيه انا كده ما سجلتهاش في السنتريك ريليشن. طيب احنا بنسجل فيرتيكال، بنقيس الفيرتيكال دايمنشن والسنتريك ريليشن، دي كده هوريزونتال وكده دي كده فيرتيكال. طب انا كده ناقص لي الدايمنشن الثالث اللي هو فروم سايد تو سايد، فروم سايد تو سايد ده لازم اسجله، تمام. يبقى بيتسجل بايه؟ بيتسجل بالفيس بو اللي هو البوزيشن بتاع المجزله ان ريليتد للتو كوندايلز. طب ايه كمان؟ لو انا سجلت الديستانس او الريليشن ما بين المجزله للتو كوندايلز دي مظبوط، تمام، هنا هيبقى عندي الاوكلوزال بلين مظبوط. يعني ايه الكلام ده؟ احنا قلنا من الفيرتيكال ريليشن ان انا لازم اظبط الاوكلوزال بلين اللي هو البلين اللي التيس هتبقى كونتاكت ايتش يعني مع الكونتاكت مع بعض في البوينت في الاوكلوزال بلين ده، تمام. قلنا ده البلين اللي الانسايزنج ايدجز والاوكلوزال سيرفيسز بيبقوا تاتش
في سواء في الناتشورال تيس او هعمل له ريستوريشن في الارتفيشال تيس. طيب لو الريليشن الثيرد دايمنشن دي مش مظبوطه، هلاقي ان الاوكلوزال بلين بتاعي هيتغير، رغم ان انا هبقى مسجلاه في بق البيشنت مظبوط بارلل الاتريجس لاين تمام بوستيريورلي، لكن لما هنيجي ننقل الريليشن دي على الارتكيليتور هتتغير ازاي. زي ما قلنا اهو ان الفيسبو لما بنقله للارتكيليتور ده بريفنت الاوكلوزال ايرور. ليه جاي منين الاوكلوزال ايرور؟ ان الديستانس ما بين الجوينت او التي ام جي بتاع الارتكيليتور تمام بتختلف عن الديستانس ما بين التي ام جي بتاع البيشنت الريال ديستانس لي مع في الاوكلوزال بلين. هنا اختلف الديستانس بتاعته اختلفت. طب وبعدين لما تختلف يبقى بعد كده التاتشنج اللي انا هعمله او الرص بتاعي هنا هيبقى الديستانس مختلفه، فانا هبقى عامل رصه كله كونتاكت مع بعض، لكن في بق البيشنت مش هيبقى فيه كونتاكت اهو فيه سبيس، طبعا يبقى معناها ان هيبقى فيه هنا اوكلوزال ايرور. يبقى انا عندي الامبورتنس بتاعه الفيسبوك مهم جدا. ليه؟ لان زي ما قلنا ان هو بيبقى اول حاجه انشور ذات ذا كاستس ماونتد سنترالي ان كوركت ريليشن تو ذا انتر كوندايلر اكسس. يبقى انا هنا عملت زي ما قلنا جبت الثيرد دايمنشن اللي هو الانتر كوندايلر ديستانس ريليشن ما بين المجزله مع الانتر كوندايلر اكسس انها تكون في السنتر. ولو انا جبت البوزيشن بتاع المجزله في السنتريك ريليشن المظبوطه في الثيرد دايمنشن، احنا قلنا ان اي اكسنتريك موفمنت بتبدا من السنتريك ريليشن بوزيشن، وبالتالي لو انا جايب الريليشن الكوركت ريليشن بتاعه المجزله مع الانتر كوندايلال اكسس، يعني جبت كوركت سنتريك ريليشن في 3 دايمنشن هوريزونت فيرتيكال وهوريزونتال وانتر كوندايلر اكسس، يبقى في الحاله دي انا مادام جبت الريليشن دي مظبوطه يبقى اذا اي لاترال موفمنتس بعد كده هظبطها على الارتكيليتور هتكون بالظبط سيميوليت اللاترال موفمنتس اللي في بق البيشنت. يبقى دي مهمه جدا. يبقى لو انا عملت ماونتنج للكاست في كوركت ريليشن مع الانتر كوندايلر اكسس اللي هو الثيرد دايمنشن، يبقى في الحاله دي انا هقدر ان انا اسنتر او اظبط اللاترال موفمنتس على الارتكيليتور تبقى سيميوليتنج اللاترال موفمنتس اللي في ان ذا بيشنت ماوس. زي ما قلنا الاوكلوزال بلين، احنا قلنا الاوكلوزال بلين الاورينتيشن بتاعه زي ما شرحنا في السلايدز اللي فاتت، انا كده هبقى بالظبط عملت له ريكوردنج فروم the patient in relation للبوستيريور بوينت بتاعتي اللي هي الكوندايل الحقيقي في بق البيشنت تمام، وهنقلها بالظبط للارتكيوليتور من غير ما يكون في ديفرنس، يكون ما يكون في اختلاف، لان الاختلاف هيعمل لي اوكلوزال ايرور زي ما شرحنا. زي ما قلنا طالما انا عملت ريكورد لل 3 دايمنشن بوزيشن للمجزلة تمام، يبقى vertical horizontal from side to side اللي هو انتر اوكلوز انتر كوندايلر اكسس، يبقى في الحاله دي كل الموفمنتس هتبقى اللي هنقلها للارتكيوليتورز هتكون سيميوليتنج المانديبولر موفمنتس بتاعه البيشنت تمام، هتبقى duplicating بالظبط، هعمل duplication of the same movement of the patient. وزي ما قلنا بدام عملت duplication يبقى اذا هقدر ان انا اعمل reproducing للateral movements في الarticulators، هتبقى برضو duplicating الmovements in the patient mouse. وكمان طالما عملت duplication الحالة الوحيدة اللي اقدر اغير فيها vertical dimension on the articulator هو لو انا مسجل واخد الفيسبو ريكورد ومسجل السنتريك ريليشن بال 3 دايمنشن. طيب يعني ايه برضو هغير الفيرتيكال دايمنشن؟ يعني نفرض ان احنا هنشوف دلوقتي الستبس الاول بنعملها ازاي الفيسبو، بس احنا بنفهم يعني ايه لو انا سجلت السنتريك ريليشن، لو انا مسجل عملت ماونتنج للابر كوست بالفيسبو ريكورد تمام، ونقلت الريليشن بتاعته للكوندايلز او للانتر كوندايلر اكسس للارتكيوليتور، في الحاله دي انا كده المجزله عندي او الابر كاست بقى ماونت زي المجزله في بق البيشنت تمام وريكورد. في الحاله دي اقدر ان انا اقلل او ازود الفيرتيكال دايمنشن على الارتكيوليتور
واعيد رص الاسنان تاني. تمام. ليه؟ لان انا ناقل السيميلر موفمنت زي ما قلنا ان 3 دايمنشن. انا ناقل ال 3 دايمنشن زي ما قلنا هنا اهو، ناقل ال 3 دايمنشن بوزيشن اوف المجزلة، وبالتالي بعمل دوبليكيشن لكل الموفمنت اوف ذا ماندبل. فخلاص لو في اختلاف انا بس هغير ال اظبط الفيرتيكال دايمنشن اون ارتكيوليتور من غير ما اعيد سنتريك ريليشن تاني. الكلام ده لو احنا عاملين ايه تاني بعيد، لو احنا عاملين ريكورد الفيس بو ريكورد وعاملين ماونتنج للابر كوست اكوردنج للفيس بو ريكورد من البيشنت. لكن لو انا مش عامل الكلام ده، لو لعبت في الفيرتيكال دايمنشن على الارتكيوليتور، يبقى السنتريك ريليشن كلها باظت، يبقى عمر البيشنت ما هيقدر يلبس الطقم ده. تمام. يبقى ده الحاله الوحيده اللي اقدر اغير الفيرتيكال دايمنشن على الارتكيليتور من غير ما اعيد سنتريك ريليشن، لو انا عامل ريكوردنج للفيس بو ريكورد وعامل ماونتنج للابر كوست اون ذا ارتكيليتور اكوردنج للفيس بو ريكورد، لان انا عملت دوبليكيشن للموفمنت اوف ذا ماندبل بالظبط نفس الارك اوف اوبننج اند كلوزنج، لاني سجلت الريليشن اوف المجزله تو ذا انتركوندايلر ديستانس. ايه انواع الفيسبو؟ فيسبو كلاسيفيكيشن، عندي الفيسبو في حاجه اسمها كاينماتيك فيسبو اللي هو المانديبلر، وكل ده هنشرحه بالتفصيل، والابيتروري اللي هو المجزلري، وهنعرف يعني ايه كده ويعني ايه ده. المجزلري او الاربيتوري فيسبو في منه نوعين، في نوع فاشيا تايب يعني بيكون على السكين وهنشوفه برضو، والاير بيس تايب اللي بيكون داخل جوه الودن. وفي كلتا الحالتين سواء كان فاشيا تايب ممكن يبقى ليه نيزيوم بوينتر او انفرا اوربيتال بوينتر، والاير بيس ممكن برضو يكون ليه نيزيوم او بوينتر وانفرا اوربيتال بوينتر. كل ده هنشرحه بالتفصيل، بس الكلاسيفيكيشن دي لو حفظتوها بالشكل ده هتسهل عليكم جدا ان انتوا تتخيلوا انواع الفيسبو، ولسه هنفهم بعد كده شرحهم واستخداماتهم. هنمسك الكاينماتيك الاول او المانديبلر فيسبو، وده فايدته ايه؟ فايدته انه لوكيت التيرمينال هينج اكسس اللي هو الاكسس اراوند ويتش الكوندايل روتيت. ده طبعا عباره عن ايماجينري لاين بنتخيله كده في بق البيشنت، ان ده عباره عن ايماجينري لاين اللي هو التيرمينال هينج اكسس اراوند ويتش الكوندايل او الماندبل روتيت. ده هو التيرمينال هينج اكسس اللي احنا عايزين نسجله علشان نجيب الريليشن بتاعه المجزله للماندبل والمجزله للكرينيوم اللي هي الجزء بتاع الفصه والامينس اللي بتبقى داخل فيها الكوندايلز. تمام. طيب ازاي بعمل هينج اكسس لوكيشن؟ ازاي بسجله؟ قلنا بنسجله بالمانديبولر فيس بو. تمام. هو اللي بيريكورد الريليشن اوف المجزلة للهوريزونتال هينج اكسس ده او الكوندايلر هينج اكسس، هو اللي بيسجل الريليشن دي من بق البيشنت. يبقى احنا عندنا الكوندايلر هينج اكسس ده بنسجله في طريقة اربيتوري يعني تقريبية، دي بتتعمل بالمجزلري فيسبو. لكن المانديبولر او الكاينيماتيك فيسبو ده بيسجل الريليشن اوف المجزلة للكوندايلر هينج اكسس in the patient mouse. تمام. وبالتالي المانديبولر فيسبو بنستخدمه عشان تولكيت الترمينال هينج اكسس اللي هو الريليشن بين المجزلة ليه، وبالتالي انا لو جبت الترمينال هينج اكسس ده يبقى انا هبقى سجلت السنتريك ريليشن. ولو نفتكر ان احنا قلنا ان دي من احد الميثودز في السنتريك ريليشن ريكورد، ان انا بسجل الترمينال هينج اكسس. ترمينال هينج اكسس ميثود يعني انا لو سجلت الترمينال هينج اكسس ده الريليشن اوف المجزلة تو ماندبل ان سنتريك ريليشن. تمام. يبقى انا كده هبقى سجلت حاجتين مع بعض، هبقى سجلت الريليشن اوف مجزلة للانتركوندايلر اكسس، وهبقى سجلت الريليشن اوف ذا ماندبل تو مجزلة ان سنتريك ريليشن ريكورد. بيتكون من ايه المانديبولر فيس بو؟ بيتكون من يو شيبد بو. تمام. هنشوف الصورة بتاعته هي عشان تتخيلوها، يو شيبد بو خلاص، وبعدين معاه كلامب
كلامب زي مشبك بيأتاتش اليو شيب بول للماندبل. تمام اهو، تمام هنا الكلامب ده بيأتاتش البو، ده البو، وادي الكلامب اهو ماسك مع ماسك الماندبل مع البو. تمام عشان اعرف اقيس. طيب وايه كمان؟ الكلامب ده بيكون فيكس برضو، بيثبت اللور اوكلوجن ريم. خلي بالكو احنا هنا حاطين الابر اوكلوجن ريم واللور اوكلوجن ريم بعد ما ظبطنا فيرتيكال دايمنشن اوكلوزال بلين بنفس الطريقه اللي اتفقنا عليها في شابتر السنتر الجوريليشن. الاول بقيس بظبط اوكلوزال بلين، بعدين بظبط فيرتيكال دايمنشن، والاوكلوجن ريمز بتاعتي بتبقى مظبوطه، لان انا هعمل دلوقتي حاجتين مع بعض، هسجل الانتر كوندايلر اكسس او كوندايلر اكسس و الريليشن اوف ماكسيلا تو كوندايلر اكسس او الترمينال هينج اكسس، وهسجل سنتريك ريليشن. تمام، فانا لو سجلت الريليشن بتاعت الماكسيلا زي ما قلت لي الانتر كوندايلر هينج اكسس، تمام، يبقى انا بالظبط سجلت معاها الريليشن ما بين الماندبل تو ماكسيلا ان سنتريك ريليشن. فكل حاجه بتبقى مظبوطه زي ما اخدنا كلوزال بلين فيرتيكال دايمنشن. هنا بقى بحط بعمل فيكس للور اوكلوجن ريم مع الكلامب ده، يبقى الكلامب ده بيبقى ماسك في الماندبل وبيبقى ماسك في اللور اوكلوجن ريم، وفي يونيفرسال جوينت عشان يمسك الكلامب مع البو. تمام، يبقى الكلامب ده بيبقى ماسك في الماندبل وماسك في الاوكلوجن ريم ومربوط في البو بسكرو او بيونيفرسال جوينت عشان اقدر ان انا احركه. وطبعا التو بوينتد كوندايلر رود هنا بوينتد عشان هيرسمولي. تمام، وبرده بيبقوا ادجاستد باي سكروز، بربطهم بسكروز اهو زي الصوره دي كده. يبقى قلنا ادي البو خلاص، وادي الكلامب اللي هو ماسك في الماندبل، عامل له ماسك في فيتلك في الماندبل علشان يبقى ماسك فيه في الموفمنتس اثناء الموفمنت، وماسك في اللور اوكلوجن ريم اهو، وبيبقى اتاتشد باليونيفرسال جوينت او بالسكرو. وادي الكوندايلر بوينت او الكوندايلر رود بوينت اللي هتبدا لما الماندبل يبدا يفتح ويقفل هيترسم، وزي ما هنشوف دلوقتي ازاي البروسيدجر. تمام، طبعا احنا المفروض بنرسم على السكين، بس طبعا الافضل ان احنا نحط ورقه. تمام، بحيث ان الكوندايلر رود يتحرك عليها ويرسم، وهنشوف ليه بقى هنعمل الكلام ده ازاي بقى. هاو تو لوكيت الهنج اكسس، انا خلاص حطيت الابر واللور في بق البيشنت وظبطت زي ما قلنا كل حاجه وركبت الفيس بو وربطت كل حاجه، ابدا اقول للبيشنت اوبن اند كلوز، وطبعا الاوبننج والكلوزنج يكون في الموست ريترودد بوزيشن، يعني يبلع ريقه ويفتح ويقفل، يبلع ريقه عشان يجيب في الموست ريترودد بوزيشن ويبدا يعمل اوبننج اند كلوز. وهو بيعمل الاوبننج والكلوزنج هلاقي ان each condyler rod will draw an arc on the skin او على الورقه اللي احنا حاطينها بدل ما يدائي البيشنت. طيب الارك ده بيرسم لي الحركه اللي بيتحركها الكوندايل. المفروض بقى هروح هنعمل الكوندايلر رود بقى هروح فكه، هعمل ريليز للسكرو بتاعه وابدا اعمل له ادجستمنت للسنتر اوف ذيس ارك. يبقى الكوندايلر رود هفكه واعمل له ادجستد للسنتر اوف ذيس ارك، احطه بقى على السنتر واخلي برده تاني ريبيتيشن للبروسيدجر، بحيث ان انا اخلي البيشنت تاني بردك يسوالو اند اوبن اند كلوز، هيرسم لي تاني ارك بس المره دي البوينت اللي انا حددتها هنا. طبعا الدروباكس بتاعت المفروض ان انا البوينت اللي حددتها هنا دي بتاعت الترمينال هينج اكسس، انا مش بنقل الريليشن دي للارتكيوليتور، انا بنقل البوينت دي اللي هيجي بعد كده يكمل عليها المكزيلري فيس بو. يبقى اذا انا المانديبلر هنا المانديبلر فيس بو انا ما بعملوش ترانسفير للارتكيوليتور، انا هنا سجلت الهنج ترمينال هنج اكسس وحددت البوينت دي في بق البيشنت، بعمل له خلاص ريليز وبشيله وببدا احط بعديه المكزيلري فيس بو، والمكزيلري فيس بو هو اللي بعد ما هسجله هو اللي هيبقى ترانسفيرد للارتكيوليتور. تمام، عشان لازم النقطه دي تبقى واضحه عندكم.
هنا في الحالة دي انا بسجل الهينج اكسس من بق البيشنت بالمانديبولار فيسبو، بعدين بعد ما بحددها وبرسمها على السكين بتاعت البيشنت ببدأ ان انا اشيل المانديبولار فيسبو واجيب الماكسيلاري فيسبو علشان نكمل الماونتنج بقى، او ازاي هعمل الريكورد زي ما هناخد دلوقتي في بقية المحاضرة عشان بس ما نبقاش متلخبطين. خلاص يبقى المانديبولار فيسبو دوره لحد هنا انتهى، ان هو عمل لي ريكوردنج للتيرمينال هينج اكسس وعلمت على البوينتس بتاعت التيرمينال هينج اكسس دي على بق على السكين بتاع البيشنت، بحيث يبقى انا كده سجلته واوريدي هتبقى لما اعمل ماونتنج للابر كوست بالماكسيلاري فيسبو هيبقى اللور في السنتريك ريليشن. تمام. ايه الدروباكس؟ طبعا زي ما شفنا كونسيومنج للتايم، فيري اكسبنسيف. احنا ممكن نعمل كل ده بالاربيتراري ميثود، تمام، وهيديني تقريبا نفس الريزلت. يبقى اذا ده الدروباكس بتاعه المانديبولار فيسبو، ان هو كل الدوشه دي عشان احدد الهينج اكسس. تمام. وطبعا انا ممكن اعمله زي ما قلنا بالماكسيلاري فيسبو من غير كل الدوشه دي بالاربيتراري ميثود بالطريقه التقريبيه. طيب الماكسيلاري فيسبو بيتكون بقى من ايه؟ هو ده اللي بعمل بيه ترانسفير من الريليشن اوف الماكسيلا من بق البيشنت للارتكيوليتور. ده هو اللي بيعمل الترانسفير، خلي بالنا. لكن المانديبولر كان جاست اخره ان هو بيعمل لي لوكيت للهنج اكسس ان ذا بيشنت ماوس، خلاص ان ذا بيشنت ماوس. لكن الماكسيلاري لو انا بستخدمه من غير مانديبولر يبقى في الحاله دي ببقى اربيتراري تقريبي. بيتكون من ايه الماكسيلاري فيسبو؟ نفس الكلام، ادي البو خلاص، وادي الكوندايلر روتس، وهنا في ليها سكيلز عشان هنحتاج، مهم جدا السكيل ده هنقيس بيه. وعندي البايت فورك هنا، دي هتبقى ماسكه في الماكسيلاري اوكلوجن ريم خلاص، وطبعا لوكينج ديفايس عشان يثبت لي الحاجه. وعندي حاجه اسمها ثيرد ريفرنس بوينت، ودي مهمه جدا هنقول ايه لازمتها بعد شويه. او يعني هي انا كاني بالظبط عايزه اسجل، ادي لو اعتبرنا ادي هنا ده المجزلة، وعن طريق طبعا الماكسيلاري اوكلوجن ريم. تمام. انا هنا هسجل مش بس الريليشن ما بين الاثنين كوندايل من هنا ومن هنا، لا وكمان في ثيرد بوينت عشان ابقى كاني بالظبط مسجل المجزلة ان 3 دايمنشن وانقلها بنفس ال 3 دايمنشن ده للارتكيوليتور، فتبقى بالكوريكت بوزيشن ان زي ذا سيميوليتنج او دوبليكيتنج ذا بيشنت ماوس. هنشوف الكوندايلر رود، هنا بنوصف الكومبوزيشن بتاع الفيسبو. الكوندايلر رودز دي اللي هي بتبقى موجوده على الهينج اكسس اللي انا سجلته سواء بالمانديبولر او هنشوف ازاي بعد كده. وده بيبقى زي ما قلنا لاما في منه نوعين، نوع بيبقى فاشيا اللي هو بيبقى على السكين، ونوع تاني بيبقى بيخش في الاكسترنال اودياتري ميتس وده بيبقى اسمه اير بو. تمام. يبقى في نوع بيبقى على السكين خلاص، ونوع تاني بيبقى في الاير بيس. دي انواع الكوندايلر رودز. تمام. وده اللي بينقل لي طبعا اللي زي ما قلنا بيتحط على الهنج اكسس، وده اللي بيتنقل بعد كده للارتكيوليتر. قلنا الثيرد ريفرنس بوينت برضو في منها نوعين، في نوع بيكون بيشاور على الانفرا اوربيتال انفرا اوربيتال بوينتر، وفي نوع بيكون بيشاور على النيزيون. تمام. ففي الثيرد بوينت دي على حسب كل فيسبو، في نوع بيبقى الثيرد بوينت بتاعته دي بتكون في الانفرا اوربيتال فورامين بتاع البيشنت بسميه انفرا اوربيتال ثيرد بوينت، وفي نوع بيبقى عند النيزيون بتاعت البيشنت بيشاور عند النيزيون، وهنشوف برضو الكلام ده. فده برضو انواع من الماكسيلاري فيسبو اكوردنج للثيرد ريفرنس بوينت. طيب ادي زي ما قلنا الانفرا اوربيتال بوينتر دي بتبقى بتشاور في ايه عند البيشنت؟ عند اللور مارجن اوف الانفرا اوربت، اللور مارجن اوف الانفرا اوربت. النيزيون هي بتشاور هنا، اهي بيبقى ثيرد البوينتر هنا بيبقى بيشاور على النيزيون بتاعت البيشنت. تمام.
يبقى على حسب كل فيس بو الثيرد بوينت بتاعته بتكون ايه. نوعين قلنا نيزيون او انفرا اوربيتال. انفرا اوربيتال بتشاور على اللور مارجن اوف ذا انفرا اوربت في البيشنت ماوس تحت عينيه هنا كده تمام. والنيزيون اللي هو بيبقى محطوط في مكان النيزيون هنا تمام على الفيس. نيجي نشوف الطريقه اللي بنعمل بيها ريجستريشن اوف الماكسيلري فيس بو ريكورد. زي ما قلنا في الاول قلنا ان لا اما انا بحدد الاول الهينج اكسس, وقلنا لا اما اكزاكت من البيشنت ماوس بي اللي انا زي ما قلت سجلته بالكاينماتيك او بالمانديبولار فيس بو خلاص ده بيبقى دوره ينتهي على ذلك انه بيديني اكزاكت هينج اكسس, او ان انا ما بستخدموش وبستخدم الاربيتراري هينج اكسس. وازاي بعمله اربيتراري يعني تقريبي؟ الطريق ان انا بجيب برسم لاين من التريجس اوف ذا اير للكورنر اوف ذا اي, وبيبقى الهينج اكسس بتاعي بيكون على بعد 13 مليمتر انتيرير للتريجس اوف ذا اير خلاص. ده لو انا مستخدم الفاشيا ماكسيلاري فيس بو اللي هو هيتحط الكوندايلر رود بتاعه على السكين. طيب لو انا مستخدم الاير بو هنا في الحاله دي انا مش محتاج ان انا ارسم على الخط ده تمام عشان احدد التيرمينال هينج اكسس. هو بيبقى ديزايند اوريدي لانه بيخش جوه الاير تمام, فبيبقى الديزاين بتاعه مظبوط انه يكون في الافريج بوزيشن اوف الكوندايل تو ذا اير تمام. يبقى هنا هو اربيتراري برضو مش بس هنا بيبقى داخل جوه الاير, ومش محتاج ان انا ارسم الخط بتاع اللي بيكستند من الكورنر اوف ذا اي للتريجس اوف ذا اير تمام. واقيس تمام. ده كده اول حاجه ازاي هظبط, اول خطوه ان انا ازاي هظبط الكوندايلر رود بتاع الماكسيلاري فيس بو. قلنا لا اما بناء على المانديبولر فيس بو ريكورد اللي انا خدتها اظبط عليها, وهنا هيبقى في الحاله دي فاشيه فقط مش هينفع استخدم الاير بو. والنوع الثاني لو مش هستخدم مانديبولر هجيب بقى اربيتراري هينج اكسس, يبقى هستخدم الفاشيه زي ما قلنا على بعد قد ايه. لو هستخدم الاير بو ما بقيسش وبحطه جوه الاير عادي, هو بيبقى ادجستد للافريج بوزيشن اوف الكوندايل للاير. يبقى اول خطوه حددتها. تاني خطوه ان انا بثبت الفورك بتاعتي في الماكسيلاري اوكلوجن ريم في الواكس, وبتكون لازم سنترد وتكون بارلل للاوكلوزال بلين, يعني الفورك هنا السنتر بتاعها مع السنترال لاين وتكون ماشيه مع الاوكلوزال بلين تمام. طيب بنعمل ايه احنا هنا في الحاله دي؟ مش هنبقى محتاجين اللور, اعمل لها ادجستمنت هي كمان واعمل لها لوك سواء كانت انفرا اوربيتال او نيزيون. وبعدين بعد ما قفلت دول ابدا اقفل الكلام بقى بتاع البايت فورك, اروح قفله خلاص. كده انا قفلت الريليشن ما بين كل حاجه اتقفلت خلاص, انا كده ظبطت الريليشن بتاعه الماكسيلا في ال 3 دايمنشن. ابدا اعمل ريليز الكوندايلر رود خلاص, وانقل كل ده ترانسفيرد, يبقى ريموفد كيرفولي اند ترانسفيرد تو ذا ارتكيليتور. هعمل بقى ماونتنج ازاي للابر كوس اون ذا ارتكيليتور. خدنا بالنا ان اللي بيتنقل للارتكيليتور الماكسيلاري فيس بو وليس المانديبل خلاص, عشان نركز في النقطه دي. عرفنا المانديبولر دوره ايه والماكسيلاري بيعمل ايه. طيب انا دلوقتي لما نقلت خلاص هبدا الارتكيليتور طبعا لازم يكون بيأكسبت فيس بو ريكورد تمام. مش بعد كل ده اروح احط على هينج ارتكيليتور خلاص, يبقى لازم هيكون يمين فاليو اللي بيأكسبت فيس بو ريكورد يا ادجستبل ارتكيليتور اكسبتنج الفيس بو ريكورد. طيب ببدا اظبط الارتكيليتور يكون في وضع سنترلايزد, واحط الاوكلوجن ريم بتاعي في وضع يكون سنترلايزد, والانسايزال بن يكون في مكانه على التيبل. ابدا اعمل ري ايكوالايزيشن للكاليبريشن بتاعه الكوندايلر رودز بتاعه الفيس بو على الارتكيليتور, يعني زي كاني في بق البيشنت بالظبط. انا كنت عامل ايكوال كاليبريشن من الناحيتين وفكيته, هبدا ارجعه تاني على الارتكيليتور واعمل ري ايكوالايزنج الكاليبريشن باي لاترالي في الناحيتين على الارتكيليتور في المكان بتاعه,
وبعدين اعمل تايتنينج واربطه. تمام. طيب نيجي بقى للاوكلوجن ريم بتاعي، اظبطه ازاي؟ الاوكلوجن ريم خلاص احنا واخدين الفورك ماسكه فيه. تمام. لازم يكون البوزيشن بتاع الاوكلوزال بلين بتاعه يكون ماشي مع جروف، الجروف ده بيكون موجود في هاف واي بوينت اون ذا انسايزال بين. عشان كده ابقى ظبطت الاوكلوزال بلين بتاعي، يبقى انا كده ظبطت الانتر كوندايلر ديستانس، الريليشن اوف ماكسيلا للهينج اكسس، والريليشن بتاعت الاوكلوزال بلين. احنا قلنا الفيس بو فايدته ان هو يظبط الحاجتين دول، يادجست الاوكلوزال بلين ان ريليشن تو نفس الديستانس بتاعت الارتكليتور، تبقى دوبليكيتنج الايه البيشنت ماوس. تمام. يبقى اذا انا هنا لازم اظبط الاوكلوزال بلين بتاعي، هيكون موجود على بيكون موجود في نفس الليفل بتاع الجروف اللي موجود على هاف واي ان ذا انسايزال بين اهو. يبقى انا نقلت اهو. تمام. الفيس بو بتاعي عملت لوزنينج للكوندايلر رودز، وبعدين عملت ايكوال كاليبريشن من هنا ومن هنا، الاثنين بقوا ايكوال يعني بقى سنترلايزد. اربط، بعدين ابدا اظبط الفورك بتاعتي بحيث ان الاوكلوزال بلين يكون ماشي مع الجروف اللي في السنتر اوف الانسايزال بين، وبعدين ابدا احط الثيرد بوينت في المكان بتاعها في الارتكليتور. يبقى انا برضك بظبط الثيرد بوينت اللي كنت واخدها في بق البيشنت، هنا بظبطها على وش البيشنت يعني، سواء كانت انفرا اوربيتال او نيزيون، بحطها في مكانها اللي زيها على الارتكليتور، وبرضو اعمل تايتنينج. يعني انا عملت تايتنينج بعد ما ظبطت الكلوزال بلين، هنا عملت الانفرا اوربيتال او الثيرد بوينت وعملت لها تايتنينج. يبقى اذا انا كده عملت دوبليكيشن لنفس القياسات اللي خدتها في بق البيشنت على الارتكليتور. زي ما قلنا هي الثيرد بوينت نفس الكلام، احطها في مكانها في الارتكيوليتور. تمام. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هبدا اجيب الكوست بتاعي عشان احطه على الاوكلوجن ريم بتاعي او الاوكلوجن بلوك بتاعي. خلاص. طب قبل ما اعمل كده، ما هو اول ما احطه ممكن تقيل هيوقع الفورك وهيبوظها، فلازم بعمل الاول سبورت، لازم بعمل سبورت الاول. خلاص. ممكن بيبقى اسمه ماونتنج سبورت، بيبقى اسمه ماونتنج سبورت، حاجه بتتحط هنا كده عند مكان اللور كاست. بس طبعا احنا مش مفيش لور كاست دلوقتي، ان احنا لسه ما خدناش سنتريك. لو احنا واخدين بالمانديبولر هنجيب السنتريك ونعمل ماونتنج، لكن احنا دلوقتي بنعمل ماونتنج للابر لوحده. تمام. فالابر لازم بحط سبورت ماونتنج سبورت قبل ما اعمل ماونتنج او احط الكاست في البوزيشن بتاعه. تمام. طيب دلوقتي خلاص حطيت السبورت وهحط الكاست في احطه على ادخله بقى في الاوكلوجن بلوك بتاعنا. تمام. وابدا هو بيقول هنا ان مش كل السيمي ادجستبل ارتكيوليتورز فيها ثيرد بوينت، يعني مش كلهم فيهم ثيرد بوينت، وبالتالي مش يعني في الحاله دي انا مش هقدر يعني الريليشن بتاعت الثيرد بوينت. طبعا دي بتبقى مهمه انها بتديني زي ما قلنا الريليشن بتاعت الكوست، الماكسيلاري كوست تبقى ريليتد بالظبط دوبليكيتنج الريليشن بتاعت الماكسيلا في بق البيشنت. فيعني بعض السيمي ادجستبل ارتكيليتور ما فيهاش الانفرا اوربيتال بوينتر دي. تمام. بس ده مش معناه ان الريليشن هتبقى غلط، يعني هتبقى برضو صح. تمام. قبل ما ببدا اعمل ماونتنج للكوست لازم اعمل السكورنج ده، بعلم فيه بالعلامات دي علشان اسمها كوست اندكس، علشان واعمل له بينتنج سيبريتنج ميديوم، علشان اقدر بعد كده ان انا اعمل حاجه اسمها لو عايز اعمل ريماونتنج اقدر ان انا اكسر الماونتنج من على الكوست من افكه من الارتكيوليتور. فده بسميه ان انا بفكه بعمل ريماونتنج. يعني كده بعمل ماونتنج ان انا بلزقه بالجبس على الارتكيليتور. طب عايز اعمل ريماونتنج يعني افكه. تمام.
علشان اعمل له بقى اكمل بقيه الستبس بتاعه الكيورنج والكلام ده كله، وبعدين ارجع انا طب ليه مش عايزه ابوظه؟ عشان لو هعمل حاجه اسمها لابوراتوري ريماونتنج فانا محتاجه الكاست يكون سليم عشان ارجعه تاني على الارتكيوليتور بنفس القياسات اللي انا كنت عاملها، ما ارجعش تاني نعيد كل ده. تمام، يبقى دي خطوه مهمه جدا ان انا لازم اعمل اندكسنج للكاست وادهنه بسيبريتنج ميديوم، وبعدين ابدا ان انا احطه في مكانه في الاوكلوجن بلوك، وابدا ان انا اعمل ميكس للستون او للبلاستر، واقفل احطه على الكاست واقفل الارتكيوليتور واحط اديشنال ستون تاني على السايدز بتاعه الكاست علشان ابقى اتاكدت ان كده حصل ماونتنج للابر كاست على الارتكيوليتور. تمام، ده كده كانت الستبس بتاعه ازاي بعمل الفيس بو، اهميه الفيس بو، يعني ايه فيس بو، الامبورتنس بتاعه الفيس بو، الكلاسيفيكيشنز بتاعتهم، وكل نوع بستفيد بيه ازاي، وعملنا البروسيدجر بتاعته ازاي. طبعا البروسيدجر بتاعه المانديبلر هينج اكسس هي نفسها هي ما كناش شرحناها في الجو ريليشن، بس هي دي كده الستبس بتاعتها اللي موجوده هنا، دي هي الستبس بتاعتها في الجو ريليشن، احنا ما شرحتهاش فيها بالتفصيل لان ده هنا الشرح التفصيلي بتاعها، ازاي عملناها وازاي سجلنا الترمينال هينج اكسس والسنتريك ريليشن ريكورد. الستبس بتاعتها هي نفسها الستبس اللي هنكتبها لو في السنتريك ريليشن، ازاي هاو تو ريكورد سنتريك ريليشن. وبعد كده اتكلمنا على الماكسيلاري فيس بو وعرفنا انواعه. تمام، والبروسيدجر ازاي اللي عملناها في بق البيشنت وازاي عملنا ترانسفير ليها للارتكيوليتور. ارجو ان يكون شرح شابتر الفيس بو واضح، وهو من الشباتر الصغيره والجميله والمفيده، والى اللقاء ان شاء الله مع شابتر جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.